طبعا كلياتكم بتعرفوا عالم مارفل مان في فورتنايت مليان جدا، وخاصه في بعض السكنات. ومره نزل لهم طور خاص او مود خاص بحدث ذا اند اللي هو كان الابطال الخارقين كلياتهم تبعات مارفل، ولكن حاليا رجع معنا عالم مارفل بعد سكن ديدبول اللي هو كان بالسيزون الثاني شابتر 2. كمان نزل معنا شيء ثاني بخص عالم مارفل. هلا حاليا احكي لكم عن عالم مارفل وعن قصص المصوره اللي كانت عم تنتشر عنا في فورتنايت وبعض الجليتشات اللي صارت. وبعد منها راح احكي لكم عن شكل البيكاكس الخاص بايرون مان وهالك اللي كمان من عالم مارفل، عن اقتراح تعديل سيارات، وكذا موضوع بسيط عن الاخبار واخر الاخبار عن فورتنايت. بتعرف قبل ما بلش المقطع تبعي بتمنى لو انت اول مره عندي تشاهد الفيديو على القناه لايك وسبسكرايب والقصص الحلوه، وتشكركم كلياتكم على الدعم. كل الدعم بالاتم شو بنيمو 9 طبعا لو انت حابب تدعمني. ويلا مع بعض، فهلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. مبدئيا يا شباب خلينا نفوت بشيء اسمه عالم مارفل. عالم مارفل معنا فورتنايت يا شباب مليان جدا، وبكل فتره بتلاقي شيء جديد من عالم مارفل نزل. من فتره ايام ديدبول نزل معنا سكنات خاصه بعالم مارفل ورقصات خاصه بعالم مارفل تبع الميتور تبع ديدبول، وبعد منها نزل معنا ديدبول سكن سري. هون كلياته كان عالم مارفل، وبعض السكنات اللي ظهرت معنا على الايتم شوب كانت بشكل حزمات اللي ظاهره امامك بالصوره، هدول كمان كلياتهم من عالم مارفل. ولكن هلا مبدئيا شو الجديد اللي جاي من عالم مارفل، او شو الاشياء الجديده اللي قادمه معنا من عالم مارفل، خلينا نحكي لكم عليها. اول شيء مبدئيا يا شباب البيكاكس تبعات هالك وتبعات ايرون مان، هدول الاثنين موجودين معنا باللعبه، وهدول مثل ما حكينا في فيديو موجود تحت بالوصف، ورح يطلع لك على اليمين على الشمال بتقدر تحصلهم بشكل مجاني لو انت نزلت لعبه فينجرز الجديده اللي قادمه على البلاي ستيشن 4 وعلى الاكس بوكس. طبعا انا شارح عن هذا الموضوع كيف تحصلهم بشكل مجاني، ولو انت ما قدرت تنزل اللعبه، بس انا بدي اقول لكم معلومه صغيره انا ما كنت ذاكرها بالفيديو الثاني تبع افنجرز، انه هي اللعبه مساحتها 27 جيجا يا شباب، رح تكون بيتا ورح تكون تجربه ورح تكون بشكل مجاني، ولكن مساحتها 27 جيجا. وانا بعرف قصه المساحات حاليا عندنا من بعض المتابعين او بعض الناس اللي عم تشاهد هذا الفيديو بيكون عندها صعب انها تحمل 27 جيجا، فلو حابب تعرف كيف تاخذ هدول القادمين معنا بشكل مجاني على اللعبه، فوت على الفيديو اللي تحت بالوصف او اللي بيطلع لك على اليمين وعلى الشمال. هذا هو بالنسبه للشيء الجديد اللي معنا بالبيكاكس او الشيء الواقعي الملموس. ولكن حاليا خلينا نفوت بشغله ثانيه. احد لاعبين الاكس بوكس حصل معه جليتش وظهر معه اللي ظاهر امامكم. هذا اللي ظهر امامكم يا شباب عباره عن برميل موجود عليه احد كتب المصوره تبع عالم مارفل. طبعا في ناس ما بتعرف هذا الموضوع، انه في كتب مصوره بتنباع بامريكا لعالم مارفل اللي هي عباره عن قصص، وانت بتقعد بتقرا القصص مع هيكس وور. هدول الكتب المصوره يا شباب من عالم مارفل هدول شيء اساسي كانوا معنا ايام زمان قبل الافلام الكرتون والانيميشن والقصص هي، كانت الناس تتسلى فيهم لحد الان عايشين معنا. بس هلا حاليا هذا الجليتش اللي حصل مع احد لاعبين الاكس بوكس خلاه يفوت على شيء اسمه مثل كتب مصوره او جريده، يعني جورنال هيك مثل هذا الشيء، وبيقول لك انه قلوب الصفحه لحتى تشوف شيء ثاني مكتوب تحت. بس هذا الشيء جليتش كان، ما في اي شيء موجود، وما قدر هو هذا الزلمه يعرف اي شيء تبع الاكس بوكس، طلع له بالصدفه وهذا اللي ظهر معه. هلا نحن تعال نحلل شو موجود بهي الكتب المصوره او شو موجود بهذا الكتاب المصور. كل اللي موجود فيه انه بعض الشخصيات، حاليا انا رح لكم شو من الشخصيات الموجوده. اول شخصيه موجوده معنا اللي هي ثور، اللي هو معروف كلياته مين ثور، اللي هو هذا تبع الايرون مان اللي نزل بفيلم الافنجرز، ظاهر امامكم الصوره تبعه، هذا هو ثور اللي معنا موجود بالصوره. وثاني شغله موجود معنا الرينبو بريدج اللي هو الجسر الملون تبع الافنجرز كمان، وقت يحطموا البوابه وقت هيك شيء، انا شايف هيك مقطع من فيلم تبع ثور، بس صراحه انا نسيانه شو هو، بيكون في بوابه من عالم الارض لعالم بالفضاء كمان بكسروها، هذا المقطع انا شايفه في فيلم بس نسيان شو هو. واخر مقطع معنا موجود او اخر صوره موجوده معنا اللي هي الكليكتوس او كليتوس سيكشي، هاي الشخصيه كمان من عالم مارفل. كلياتهم يا شباب هدول من عالم مارفل، وهدول كتب مصوره، هي تحليل الصور الموجوده بالخريطه او موجوده بالكتاب المصور. ولكن انت اذا رجعت لفيديو التسريبات تبع 13.40 ظهر معنا شيء بيشبه التموجات الصوتيه. احيانا فورتنايت بتسرب بعض الاشياء او بتشفر بعض الاشياء بشكل تموجات صوتيه. هلا انت بتجي بتطلع على هدول التموجات الصوتيه ما بتلاقي اي شيء غير هيك تقريبا، يعني بعض الناس لاحظت انه موجود سكين، هو فعلا موجود سكين بهذا الشكل اللي ظاهر امامك، لما انت تعدل على الالوان وتعملها ابيض واسود بيظهر معك هذا السكين. هذا السكين بتجي بتطلع على صوره ثانيه مين بتلاقيه؟ بتلاقي نفسه اللي موجود بالكتب المصوره تبع عالم مارفل باسم جلاكتس. هذا هو يا شباب الشخصية الموجودة معنا، رح تكون موجودة بالملفات المشفرة، ورح تكون موجودة بالصوت المشفر اللي ظاهر امامك باسم جلاكتس. ما بعرف شو الفكرة من هذا الموضوع، ولكن شركة فورتنايت رجعت لعالم مارفل مرة تانية. هيك بنكون احنا حكينا عن تسريبات كاملة تبع عالم مارفل اللي قادمة معنا. بدي احكي لكم عن شغلتين مهمين. الشغلة المهمة الأولى اللي هي رح تكون عن الريفت،
يا شباب في ريفت موجودة داخل الماب او داخل ملفات اللعبة، موجودة هي حاليا فوق الاثوريتي، وموجود صدع للريفت مثل ايام زمان تبع السيزون 5 والايام هاي كلياتها. موجود الريفت يا شباب نفس الريفت تبع فيزيتور اللي سبب ببلع الماب وتسبب بكل شيء صار بهالدنيا هاي بعالم فورتنايت. حاليا موجود هذا الريفت معنا فوق الاثوريتي، ولكن مو كبير، رح يكون صغير، هو تقريبا على مساحة 200 الف متر تقريبا او 200 الف متر تقريبا، يعني يكون كتير بعيد مسافة. فهذا هو بالنسبة للريفت الموجود فوق الاثوريتي. والشغلة الاخيرة اللي معنا اللي هي رح تكون عن السيارات، في رح يصير معنا بالسيزون الجديد ان شاء الله لو ضلت معنا السيارات، تم اقتراح من احد اللاعبين اللي هن اقترحوا اشياء عدى لعبة فورتنايت وهن فعلا وافقوا عليها، تم اقتراح هذا الشيء اللي صار امامكم، انك انت تعدل على السيارة وتعدل على جميع السيارات تبعك. يعني الصراحة التصميم خيالي جدا، يعني شوف شو متعوب عليه. انا الصراحة لما شفت هذا التصميم فعلا 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 متعوب عليه جدا. شركة فورتنايت عم تاخذ بعض الفكر من بعض اللاعبين، ومن بيناتها انا اكثر شيء بتذكره اللي هو سكن الشارك، اللي هو سكن القرش، هذا اللي صار معنا بالايتم شوب من فتره اللي هو ب 1200. هذا السكن يا شباب كان مقترح من احد اللاعبين، وسكن الكراتين اللي ما بيعرفوا او سكن الكرتون هيك شخصيه لابسه كراتين، كمان هذا كان مقترح من احد اللاعبين. فشركه فورتنايت عم تاخذ اقتراحات بعض اللاعبين وتنزلها باللعبه، فهذا الاقتراح اللي كان بالسياره اقترحوه على اللعبه، وان شاء الله ممكن ينزل معنا لو فضلت السيارات معنا بالسيزون الجديد. ولكن انا الصراحه ما بحب تفضل معنا السيارات لانه بيخت اللعبه الصراحه، وصارت لعبه سباق وتلاقي بس سيارات عم تمشي وهيك، مع صفي ايام زمان انه مثل اللعبه الطبيعي تبع السيزون الاول او الشابتر الاول يعني بشكل عام. فهي بالنسبه لجميع اخبار فورتنايت حاليا معنا، وللريفت وللصور المشفره ولبعض الاشياء اللي تم حكيها حاليا بالنسبه لفورتنايت لعالم مارفل. هيك بنكون حكينا كل شيء بالنسبه لاخر الاخبار، وبنستنى ونشوف شو الجديد اللي قادم معنا لعبه فورتنايت. بتمنى لو عجبك الفيديو ما تنسى لايك واشتراك، تفعيل زر الجرس، كود دعم بالاتم شوب نيمو 9، وبرعايه الله. معي 12 طلعت شيك ويف، انا خدوه. اهدوا شوي اهدوا شوي. سكن تويتش يا شباب، وان شوت. سلام يا ليك تويتش وصحاب. مو متدعين؟ لا شو عم بتقول سكن تويتش من وان شوت؟ وان شوت عم اقول لك، وان شوت هرب مني. ايه والله فكرت احكي منك. عشان طلعت في التحميل صعب شوي. يا محمد ليك على السباق. روح روح على الزون، روح على الزون. هاي انا بالزون. لا كسروا علي. وين كسروا علي؟ ليك البناء.
ام بالليزي. اه كل هاد طلع ما معه لوت. انا اخترت من كله عاد معك حاول اضرب هاي كنت جوا بين البناء شفته برا الزون طلع